فالصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأى أحد، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلا لا يدري ولا يتصور فهذا لا بأس به، أما إن كان يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضا أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلا، لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن غير قصد. فالطفل الذي في المهد مثلا له أشهر هذا لا بأس به لأنه لا يدري عن هذا الشيء ولا يتصوره، لكن من له 3 سنوات أو 4 سنوات يأتي الإنسان أهله عنده هذا لا ينبغي، لأن الطفل ربما في الصباح يتحدث، فلهذا يكره أن يكون وطؤه بمرأى طفل وإن كان غير مميز إذا كان يتصور ويفهم ما رأى.